يا ناطقا بحب ما أبهاه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، فاللقاء في انبهار بحضور أعلام جمهورية مصر العربية من قراء إذاعة القرآن الكريم المصرية الذين جاءوا إلى هنا في هذه الليلة القرآنية المباركة، الليلة الثانوية لفضيلة القارئ الشيخ مصطفى أحمد هجرس، والتي يحضر إليها أعلام إذاعة القرآن الكريم المصرية، والتي أتى إليها فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي. إخوة الإيمان والإسلام، حضر أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ رفاعي رجب، فضيلة الشيخ حسام حسن. إخوة الإيمان والإسلام، باسم عائلة الهايج بقرية إفنا مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، يتقدم فضيلة الشيخ رضا محمود الهايج بدعوة كريمة إلى أهالي الفضل والأدب والواجب والاحترام في كل مكان للحضور في الليلة القرآنية بمناسبة عقيقة الابنة مريم رضا محمود وأمسية في حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس الموافق 19/11 عقب صلاة المغرب مباشرة، والدعوة عامة للجميع من أمام مسجد الشامي. أيها السادة، التلاوة الآن لفضيلة القارئ والعلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ خالد محمد حنفي القارئ بمصر والعالمين العربي والإسلامي والمقيم بالأناطر مركز بنها بمحافظة القليوبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من
والله خلقكم ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير من كان يريد العزة فلله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل
ما كان العرض الليل تتفى الله لك جميعا إليه يصعد الكلمة طيبا عمل ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب ثم
صفه ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا والله خلقكم من تراب والله خلقكم وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه سبحانه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران
وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وما يستوي البحران وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواكب وترى الفلك فيه مواكب وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. حقا أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، بلسان ذاكر وقلب شاكر وأداء باهر وفضيلة القارئ للتلاوة محكم وشاطر، أمتعنا لما تيسر من آيات سورة فاطر. العلم القرآني الكبير
ملك الصرخات، فضيلة القارئ الشيخ خالد محمد حنفي القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بسندوه بالقليوبية وهو فخر قراء محافظة القليوبية. حقا أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأموال والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبه لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. نشكر إلى السادة القراء الأعلام أعلام دولة التلاوة بمصر والعالم الإسلامي الذين جاءوا متسابقين متنافسين لأداء الواجب لصاحب الواجب وإلى أخيهم الحبيب العلم القرآني الشيخ مصطفى أحمد هجرس. نشكر إلى فضيلة المبتهل الشيخ شعبان محمد شعبان، المبتهل الشيخ حسن أبو الخير، شيخ رضا بعلشة أنشاص الرمل بالبيس، شيخ محمود زريف. نشكر إلى فضيلة الشيخ غريب قطب حسن محافظة الإسماعيلية وهو الذي دائما وجهه حسن. وهؤلاء القراء الأعلام كلهم ضيوف على السادة أعلام دولة التلاوة فضيلة الشيخ أحمد أبو ستة والشيخ أحمد أبو خليل وأعلام شبر النخلة بالبيت الشرقية. يا الإخوة الأحباب، ما زال العطاء موصول، يطيب لنا اللقاء ويسعد المساء في هذه الليلة القرآنية العالمية التي صدق فيها قول القائل: يا مصر قومي واسمعي القرآن. فليلتنا هذه تزلزل الوجدان، وكأن جبريل من فوق السماوات العلا ينادي: هيا يا أمة الإسلام بسماع القرآن جددوا الإيمان.